حصريا يا الجزائر صفري عذب الابيات الجزاء في مدح بنت الشيوخ العريبين الكرام الكريمة امس عاد ما يوافيها المقام شيخة من نسل روس وفرسان عشاء والعروس رهب كنها ملكة جمال كنها بدر السماء لابد زح الظلام كنها بدر السماء لابد زح الظلام الجزائر صفري عذب الابيات الجزائر في مدح بنت الشيوخ العريبين الكرام الجزائر صفري عذب الابيات الجزائر في مدح بنت الشيوخ العريبين الكرام الكريمة امس عاد ما يوافيها المقال شيخة من نسل روس وفرسان حشام والعروس رهاب كنها ملكة جمال كنها بدر السماء لا بد من خصايا رهب بما يوصف لها ذرة من النساء ما لها مثل مثال الأدب متربية والوقر والانتشام بنت شيخ يسمى قال قول لا قال انفعال الكريم اللي رقى واعتلى ظهر الغمام والعريس بهدي كاف وان مساحة النزاع لا يعم ما بين القبايل والأنام من فنسمع هالإصيم الرجال أهل عز وأهل طالة أهل السيف الهزام وانت أخت النجامة كريمين القصة السبع اللي لهم عالي القدر ومقام وبهذا الفضل المضفر طلب على الجزاء فالكرم والجود وفي بحذر فعوزام اسم بهذا الجواد له مقام من العلا المراجل كاسبة هنا المراجل هو حزام الجزائر صفري عذب الابيات الجزال في مدح بنت الشيوخ العريبين الكرام الكريمة امس عاد ما يوافيها المقال شيخة من نسل روس وفرسان حشام والعروس رهاب كنها ملكة جمال كنها بدر السماء لا بد زح الظلام الحلا والذوق والدين والرد ودلال من خصايا رهاب بما يوصف الله وكل الرجال أهل عز وأهل طالة أهل السيف الهزام وانت أخت للنجامة كريمين القصة السبع اللي لهم عالي القدر ومقام وبهذا الفضل المضفر صلب على الجزاء فالكرم والجود وفي بحذر فعوزام اسم بهذا الجواد له مقام بالعلا المراجل كاسبة هنا المراجل هو حزام والختام الصلاة واحد ثلاثة أربعة ستة ثمانية ستة ستة أو من خارج